السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات مباريات يوم السبت 2 سبتمبر 2023. في عندنا اليوم مباريات يعني كثيرة من دوريات مختلفة، راح نحاول نختار أبرز مباريات ونعطي عليها توقعات. طبعا توقعات اللي احنا بننشرها يعني قد تصيب وقد تخطئ، فانت يعني حاول او يعني ما تلعب تراكمي على هذه التوقعات، العب فردي اضمن من التراكمي. نجي لأول مباراة، تشيلسي ونوتنغهام، مجموع اكثر من 2.5 من الدوري الانجليزي. نجي للدوري البطولة الانجليزي، نيجي لهذه المباراة مجموع أكثر من 2.5. يعني لو بدك تحطها في قسيمة مع مباراة أخرى من المباريات اللي إحنا بنشرها، يفضل إنك تحطها مجموع أكثر من 2 عشان يعني تضمن إنه لو في أسوأ الأحوال أجه هدفين يكون في استرداد. نيجي لإنجلترا، الدوري الأول، وفي عنا هذه المباراة مجموع أكثر من 2. وفي الدوري الثاني أيضا، هذه أيضا مجموع أكثر من 2. في الدوري الألماني في الغالب أغلب المباريات فيها أهداف، لكن نختار هذه المباراة مجموع أكثر من 2.5. وفي عنا ريال بيتيس ورايو فاليكانو، مجموع أكثر من 2. وفي عنا بولونيا وكالياري في الدوري الإيطالي، مجموع أكثر من 2. وفي أيضا من الدوري الهولندي، من غالبية الدوري الهولندي أيضا من الدوريات اللي فيها أهداف. ونجي لآخر حاجة فيه اللي هو الدوري السعودي، الفتح والأهلي السعودي، مجموع أكثر من 2.5. طبعا هيك اخترنا في يعني مباريات كتير، لكن حبينا يعني نختار هذه المباريات. فأنت حاول إنك يعني تلعب فردي، أو لو حاب تعمل قسائم مثلا تختار كل مباراتين تضعهم، وحاول كمان تقلل الريسك. 2.5 خليه 2. وبيكون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وأيضا في قنوات التليجرام، الرابط في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن يعني انت حاول يعني اضرب واهرب في هذه اللعبة، ويعني لا تكون مدمن على الألعاب. انا ما وضعت، يعني اضع في هذه الجولة، حتكون اخر جولة، خلونا نشوف لوين راح تصل. يعني انت زي ما انتوا شايفين، وكتير مرات يعني بتلاقيها بتصل لإكسات كتير، X3 X4، لكن انت ما تطمع في هذه اللعبة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وايضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. الرابعة مكسب. هاي الأولى وهاي الثانية. الخامسة مكسب، يعني 3 مكسب وتنتين خسارة في اللي هو لما نصل للمربع الثاني.
نيجي الآن بدنا نصل للمربع الثالث. هاي الأولى، هاي الثانية، وهاي الثالثة. هاي أول واحدة مكسب. نيجي لهاي الأولى، هاي الثانية.